طيب دايما بنتكلم مع حضراتكم عن الشائعات اللي بتطلع والرد على هذه الشائعات. حقيقة انه حرب الشائعات دي هي حرب بتاخدها الدولة المصرية بقطاعاتها المختلفة. امبارح كان في تقرير هام جدا بيتكلم عن حجم الشائعات اللي واجهتها مصر خلال 2021 والقطاعات اللي كانت اكثر عرضة للشائعات عن غيرها من القطاعات الاخرى. خلونا نرحب بالدكتور نعيم سعد زغلول رئيس المجلس الاعلامي لمجلس الوزراء. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تقولي لنا ادواتكم ايه في رصد الشائعات وفي الرد على هذه الشائعات. صباح الخير استاذة هدير، صباح الخير استاذ، صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. اهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. زي ما حضرتك اشرت كده، احنا بنخوض حرب شرسه على الساده المصريه على الانجازات اللي بتتعرض بشكل كبير خلال شائعات مغرضه بيتم من خلالنا ده رصد. دكتورة استاذة حضرتك يعني في مشكلة في الصوت، فلو نقف في مكان فيه شبكة بس. الصوت كده مش واضح يا فندم، يعني كده افضل شوية. كده الصوت اوضح. اتفضلي يا فندم. فاحنا بنخوض حرب شرسة، احنا حائط عن الدولة المصرية رد على الشائعات المغرضة يعني بتستهدف قطاعات الدولة المصرية والشائعات اللي مع بشكل حضرتك اشرتي، هي فعلا 21 هي كانت صاحبة النصيب الأكبر شائعات اللي تم رصدها خلال 8 سنوات أول 2014 لحد النهارده. السنة اللي فاتت هي أكثر السنين اللي حصل فيها شائعات. كده يا فندم هي 2021 هي الأعلى. لو حضرتك شفتي هتلاقي كل سنه بتبقى هي مع اختلاف استراتيجيه التعامل معاها، مع اختلاف نوعيه الشائعات، مع اختلاف القطاعات تم استهدافها. وبنتبع مركز الاعلامي مجلس الوزراء بتتبع استراتيجيه الفور في الشائعات. يعني حضرتك هتلاقي يوم ما بيمرش يوم الا ما بيتصدى على اكثر يعني اما شائعه او المتوسط. تمام؟ ده غير الشائعات اللي احنا المتكرره اللي ما بنردش عليها دي. يعني في استهداف كتير للدوله المصريه من خلال شائعات، تلاقي ان في الاف شائعات اللي بيتم صحيح يا دكتور، يعني مساله انه المركز الاعلامي بيرد على الشائعات وانه نشوف كل وزاره بترد على الشائعه المختصه في مجال عملها بيبقى شيء غايه في الاهميه، انه الناس قبل كده يمكن كانت بتنساق ورا اللي بتسمعه لانها ما كانتش بتلاقي مصدر موثوق بيتكلم بلسان الحكومه وبلسان الدوله وبيرد اول باول على اي شائعه مغرضه بتطلع. بس ده حقيقه، يعني زي ما انت بتتكلمي يا هدير، يمكن فكره الاول ما كانش فيه مصدر موثوق او مصدر رسمي يمكن الناس تلاقيه ريفرنس او مرجع تقدر لا ترجع ليه في حاله وجود شائعه من الشائعات دي، لكن في دور كبير بيقوم بيه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تحديدا بفكره الرصد الدقيق اللي موجود على كل مواقع التواصل الاجتماعي والترصد. يعني اول ما بتطلع الشائعه بنلاقي النفي والتواصل مع السادة المسؤولين سواء كان في الوزارة أو في أي جهة من الجهات المعنية اللي بتخرج منها الشائعة دي أو بتستهدفها الشائعة دي. ويمكن في 2018 كان في يعني أثناء حفل تخرج القوات الحربية تحديدا أو طلبة الكلية الحربية كان في تصريح خطير جدا أدلى بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قال، ويمكن دكتورة نعايم معانا وتأكد ده، لما قال السيد الرئيس إن في 2018 واجهت الدولة المصرية في 3 شهور فقط أكتر من 21,000 شائعة. النهاردة حضرتك بتقولي 2021 هي نسبة الشائعات الأكثر، فعاوزين نعرف وصلت لكام تقريبا يا دكتور؟ يا فندم أنا عايزة أوضح لحضرتك إن حجم الشائعات في تزايد مستمر، بس هي بتختلف الاستراتيجية بتاعت الجهات المعادية للدولة في نوعية الشائعات اللي بتستهدفها. نعم. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن إحنا من واقع الرصد بتاعنا لقينا ان الشائعات دلوقتي بقت اكثر تعقيدا وتحورا عن ذي قبل. يعني حاليا الشائعه بقت اكثر تعقيدا. ليه؟ لان حصل يعني في وعي المواطن ابتدى يبقى افضل بكتير من قبل كده نتيجه علمه بحجم الشائعات اللي بتستهدف دولته وبتستهدف الانجازات بتاعت الدوله، وبنلاقي الشائعه بتتعمل باكثر من سياره.
وبنلاقي كمان ان بتمس كذا قطاع. يعني احنا دلوقتي عشان نرد على اشعه بنلاقي ان احنا بنتواصل مع كثير من اجهزه الدوله عشان نجيب الرد الدقيق اللي يخص الاشعه دي ويتم نفيها وتوضيح الموضوع المعلومات المغلوطه اللي فيها وتعزيز ده ببيانات كمان توضيحيه للموضوع علشان المواطن. يعني احنا بنتبع دايما سياسه اتاحه المعلومات، يعني بنحاول نتيح للمواطن معلومات اكتر عشان وده بيصنع نوع من انواع الثقه كبير جدا يا دكتور، بانه الناس بتكون يعني ملمه بقى بكل يعني شائعه سمعنا فيها واحد اتنين تلاته نلاقي الرد جاي على كل جزئيه في الشائعه. صحيح، انا بتفق مع حضرتك، لان انا الاول انا برد على المعلومات المغلوطه ولازم اكمل ده بمعلومات كتير توضح الملف اللي تعلقت بيه الشائعه. ومع ذلك بلاقي ان الشائعه، وزي ما حضرتك هتشوفي في التقرير، ان في احنا عاملين انفوجراف مخصوص بندي نماذج للشائعات المتكرره. هي الشائعه بتتكرر تاني بس بطرق مختلفه وبصياغه مختلفه. يعني في يعني ال في يعني عايزه اقول حمله ممنهجه تمام على الدوله المصريه في انتاج الشائعات وفي نشرها. وطبعا من الادوات المستخدمه بشكل كبير دلوقتي التوسع في التكنولوجيا الحديثه، لان ده ساعدت بشكل كبير ان يبقى في تزييف للحقائق. يعني التكنولوجيا دايما ليها في المركز يا فندم عشان مساله السوشيال ميديا، والياتكم ايه في رصد الشائعات كمان على السوشيال ميديا لانها الاكثر الحقيقه في انتشار الشائعات؟ طبعا هي السوشيال ميديا ارض خصبه جدا لانتشار الشائعات، خاصه ان ما بيكونش فيها يعني ما فيش رقابه، ما فيش رولز بتتبع، اي حد بيحط اي معلومه بدون مثلا ذكر المصدر اللي هو جاب منه المعلومه دي. وطبعا حضرتك تنقل المعلومه بطرق مختلفه وباساليب مختلفه بتدي معنى خالص مختلف تماما عن المعلومه الحقيقيه او الدقيقه اللي بتخص الملف ده. فبالتالي بنلاقي ان السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر رئيسي لانتشار الشائعات طبعا، بس كمان في اليات تانية احنا بنتبعها في المركز الاعلامي علشان نقدر نرصد الشائعات المختلفه المتداوله. طيب منها مثلا ان احنا حطينا رقم واتساب، حطينا رقمين للواتساب علشان اي مواطن يشك في معلومة يبعتها ويتأكد من صحتها ويتأكد منها، وبنساعده على طول في معرفة التفاصيل الكتير اللي بتخص المعلومة دي. إيه الأرقام يعني يا دكتور؟ دكتور نعم، يمكن ما فيش شك إن يعني الحرب الشرسة والحروب الجيل الرابع والخامس تحديدا بتعتمد دايما على فكرة الشائعات وفقد الثقة ما بين المواطن وما بين مؤسساته، تحديدا المؤسسات اللي موجودة في الدولة، هو ده اللي بتتصدوا ليه حضراتكم. ايه هي ابرز القطاعات اللي رصدتوا فيها يعني شائعات متكرره خلال 2021؟ طبعا في 2021 كانت من اكثر القطاعات المستهدفه هي كان قطاع التعليم، وده كان متوقع يا فندم، وده اللي بيخلينا ان احنا دوريا نعمل تقرير دوري لرصد الشائعات ونحلل الشائعات اللي موجوده علشان نقدر نتوقع الفتره القادمه ايه هي الشائعات ونتنبأ بيها عشان نبقى مستعدين للرد عليها بشكل مستمر. طيب بس انا عايزه اقول هو قطاع ليه قطاع التعليم بالذات هو كان الاكثر انتشارا، طبعا لان ده قطاع متعلق بشكل مباشر شريحه كبيره في ايوه بالظبط كده بالمواطن، زائد كمان تاثير ازمه كورونا كمان يا فندم على مساله التعليم. بالظبط طبعا، انا هقول لحضرتك وكويس ان حضرتك اشرتي لموضوع ازمه كورونا، وخاصه ان احنا فردنا اتنين انفوجراف لتوضيح الشائعات اللي بتستهدف قطاع بتستهدف ملف الصحه بالذات وخاصه في اداره ازمه كورونا. ووضحنا في التقرير ده ان حصل انخفاض، احنا في بدايه ازمه كورونا احنا كنا بنضطر من كتر الشائعات اللي متعلقه بهذا الملف ان احنا نصدر تقرير يومي علشان نرد فيه على الشائعات اللي تخص الكوفيد 19 بس.
غير الشائعات الأخرى اللي كانت متداولة. كان يوميا لازم في تقرير على الأقل في المتوسط. عظيم، وده جهد كبير ومقدر يا دكتور نعيم، لكن عايز أسأل حضرتك عن الأرقام اللي حضرتك قلتي عليها. اتفضلي. أنا عايز أوضح لحضرتك إن الدولة أدارت الأزمة. حضرتك عارفة إن الشائعات بتنتشر بشكل كبير طبعا وقت الأزمات، وبناء على كده احنا فردنا 2 انفجراف، انفجراف 5 وانفجراف 6، بنوضح فيه الانخفاض الشديد اللي حصل في الشائعات المتعلقه بفيروس كورونا. وهنلاقي ان هي كانت في 2020 كان 51.8% الشائعات المتداوله بخصوص هذا الملف، نزلت في 2021 ل 18.3%، وده بيوضح ان الدوله ادارت ازمه كورونا بكفاءه واقتدار، وده ادى الى النقص الشديد زي ما حضرتك شايفه في الشائعات. مش بس كده يا دكتور، يعني هو بيعكس كمان مش فكره اداره الدوله للملف ده بحرفيه شديده بالتاكيد، وبيعكس كمان وبيؤكد وعي المواطن المصري، لان قطاع زي التعليم، قطاع زي الصحه، زي التموين، لو هي اكثر القطاعات استهدافا خلال الفتره الماضيه، فده بيؤكد ان هي قطاعات حيويه ذات صله واثر مباشر بالمواطن. فمن هنا بيجي فكره الشائعات اللي بتخرج علشان تهز ثقه المواطن في الدولة. الدكتورة نعيم سعد زغلول رئيسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.